أكثر من 3 أسابيع على عودة الحياة إلى طبيعتها في الأردن مع إلغاء حظر التجول وفتح القطاعات وإعادة التعليم الوجهي ضمن البروتوكول الصحي، إجراءات لاقت ترحيبا كبير من قبل المواطنين الذين أنهكتهم الجائحة حالهم كحال العالم أجمع. نبحث أكثر في هذا الموضوع مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد حسن الطراوني، أخصائي الأمراض الصدرية، وعبر الهاتف. أهلا وسهلا دكتور. وعبر الهاتف أيضا الدكتور بسام حجاوي، عضو اللجنة الوطنية للأوبئة. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا. دكتور أبدأ معك ونبحث أكثر في هذا الموضوع ونتحدث عن الوضع الوبائي في المملكة بشكل عام، تفضل. يا سيدي، الكل يعلم أنه إحنا يعني للأسبوع 13 على التوالي، وختم اليوم الأسبوع رقم 38 الوبائي، وسجلنا 6105 إصابات في هذا الأسبوع و59 وفاة بمجمل الأسبوع، وهذا يدل على أنه أرقامنا صارها مدة حوالي 19 أسبوع هي في استقرار، وهذا ما دعا للحكومة وسمح للحكومة بأنه هي ماشي وماضي في خطتها التي بدأت في 1/6 على عدة مراحل. 1/6 من هذا العام، يعني المرحلة الثالثة بدأت في 1/9. معروف أنه المرحلة الثالثة هي مرحلة افتتاح مهرجانات، افتتاح منشآت كاملة، افتتاح التعليم الوجاهي سواء مدارس أو جامعات. أضف إلى ذلك أنه جنبا إلى جنب هذه الإجراءات، ومنذ بداية الخطة كانت الإجراءات الاحترازية لابد منها، لم أحد في العالم جرأ أو قرر أن يكون ارتداء الكمامة غير مطلوب، هو مطلوب، زائد التجمعات يجب أن تكون ضمن بروتوكولات لكل المنشآت وكل طيب المهرجانات. نعم. نقف عند هاي النقطة دكتور. نعم. ويعني أوجه لك الدكتور محمد حسن الطراوني، وأنت أخصائي صدرية، يعني أوجه لك هذا السؤال. متحورات من الفيروس، ولكن متحورات شديدة العدوى ممكن أن نطلق عليها، ما الذي يضمن عدم تفشي هذه المتحورات في المملكة كما حدث مع دول أخرى؟ أولا سيدي، من المؤسف رؤية مثل هذه المشاهد، مشاهد التجمعات ومشاهد عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. فنحن كما نعلم أن وتيرة التلقيح في هذه المرحلة هي ضعيفة، والإجراءات الاحترازية ومتابعة الإجراءات الاحترازية أصبح ضعيفا، فلذلك لا توجد أي ضمانات لعدم حدوث موجة في الأردن أو في أي دولة في الإقليم. ففي آخر تصريح لمنظمة الصحة العالمية، وهذا التصريح يتحدث عن شرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فتشير كل المؤشرات إلى أن كل الموجات التي حدثت في المنطقة كانت مرتبطة بتجمعات كبيرة ومرتبطة بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. فالآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة هناك ارتفاع في أعداد الإصابات، وهناك ارتفاع في أعداد الإدخالات إلى المستشفيات. فوزير الصحة دولة الكيان يشير إلى وجود أكثر من 10,000 إصابة تم تسجيلها، وأكثر من 1,000 دخول في المستشفيات. من الممكن أن تشهد الأراضي المحتلة موجة جديدة من هذا الفيروس في ظل تفشي. نعم، وفي ظل ارتفاع نسبة التلقيح لدى دولة الكيان، فنسبة التلقيح مرتفعة لديهم أكثر مما لدينا، ونحن الآن بحاجة إلى إعادة النظر في العديد من الأمور. وأن تكون هذه الأمور الإجراءات التي نقوم بوضعها أن تكون قابلة للتطبيق وتطبق على الجميع. فكان إذا كان من الممكن أن يتم وضع بروتوكول صحي للتعامل مع مهرجان جرش بطريقة أكثر دقة وبطريقة أكثر التزاما، فمثل هذه المناظر شاهدها كل العالم، وهي مزعجة للغاية أن تكون في الأردن مثل هذه المناظر بعد مرور عام و8 أشهر على الجائحة التنفسية. دكتور بسام حجاوي عبر الهاتف أعود لك، يعني في ظل الحديث عن ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي وتحصين مجتمعنا من يعني موجات جديدة، خلال الساعات الماضية شاهدنا صور كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي عند الجميع عن مهرجان جرش، وتغيب فيها مظاهر أو تغيب فيها مظاهر الالتزام بالإجراءات الصحية، ما هو رأيكم بذلك؟ يعني هو
كلنا بنقول كنعمل في المجال الصحي انه يعني غير مقبول وغير لائق ان تكون التجمعات بهذا الشكل وخاصه بالاعداد الكبيره. لكن هو هناك اشتراطات، يعني هلا كل المهرجانات، في مهرجانات قطاع خاص وفي مهرجان العام بتاع جرش، مكتوبه بروتوكولات صحيه يجب ان يتم رقابتها كما هو مخطط لها. دكتور يعني هل سيستمر مهرجان جرش بهذه الصورة؟ يعني إذا من الممكن أن تتابع معنا أنت الصورة على أو مباشرة على رؤية، هل سيستمر مهرجان جرش بهذه الصورة في ظل غياب البروتوكول الصحي المطلوب من الجميع؟ يعني هو زي ما تفضل زميلي الدكتور الزعبي انه التطعيم قد تكون وتيره وزميلي وصديقي، يعني احنا بنقول انه وتيره التطعيم رغم انه بطيئه في الاونه الاخيره، لكن تطعم عندنا 3,224,000 مواطن اخذ جرعتين ومضى عليهم 14 يوم على الاقل. هذه هي ساعدت في أن يكون وضعنا الوضع الوبائي في أفضل حال، وسامحت بحدوده الدنيا اللي هي وصلت معدل الفحوصات الإيجابية للبي سي آر، يعني وصلت في حدها أنه 3.3 هذا الأسبوع، ولم تتجاوز 4.5%، وهذا غير مقلق. لكن المقلق لصانعي القرار أن يكون عدم الالتزام بالبروتوكولات الموجودة، يعني هناك التزام في بروتوكولات وزارة التربية والتعليم في المدارس، وأنا أتمنى ذلك أن يكون في الجامعات. التطعيم قد يكون إحنا بنفرق عن الدول اللي جنبنا واللي هي فيها موجات، إنه التطعيم مبكرا، يعني إحنا من أوائل 8 دول باشرت في التطعيم مبكرا ولدينا أكثر من نوع من التطعيم. طيب دكتور، هل هناك أي ضمان أي ضمان لعدم تجاوز نسب الفحوصات الإيجابية كما تحدثت 4%، خصوصا وأن هناك كان تصريح اليوم لأمين عام وزارة الصحة بأنه لن نشهد موجة جديدة في المملكة؟ سيدي، هي وضعنا الصحي وإشغالاتنا في مستشفياتنا اللي هو يعني دخل عنا طيلة الأسبوع 471 وخرج 418، يعني فقط 53 مريض هم على أسرة الشفاء، واللي هم بالأسرة والعناية الحثيثة بجوز بيعرف زميلي الطراوني إن هم الناس الذين لم يتطعموا إطلاقا بدون أي جرعة، وهذول المترددين اللي هم بيعملوا غلق، حتى الناس اللي من برا غير الأردنيين واجوا على المهرجانات، ودخول المهرجان أنا أعرف جيدا أنه تطعيم جرعتين أو جرعة واحدة على الأقل، لكن الاكتظاظ اللي بيحصل بالطريقة اللي شاهدها العالم يعني هو مرفوض. ابقى معي دكتور بسام، عود لك دكتور محمد. دكتور محمد، ما هو المطلوب لمنع العودة للوراء في المنحة الوبائي؟ أولا سيدي، الأوضاع الوبائية في المملكة الأردنية الهاشمية هي أوضاع وبائية مستقرة ولكن بحذر شديد، والسبب الحذر هو وجود المتحورات على الأراضي الأردنية، وأيضا ضعف وتيرة التلقيح وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية ولبس الكمامة والتباعد. فيجب علينا المحافظة على مثل هذه الأوضاع الوبائية من خلال توعية المواطنين بضرورة أن اللقاح والكمامة معا، فلا يمكن التخلي عن الإجراءات الاحترازية. فمثل هذه التجمعات أدت إلى انتكاسات وبائية في دول العالم، وقد ذكرت منظمة الصحة العالمية أن في إيران 5 موجات حصلت، ومثل هذه الموجات حصلت بعد تجمعات جماهيرية. فلذلك يجب علينا الآن تثقيف المواطنين، توعيتهم، تطبيق البروتوكول الصحي على الجميع، وأن لا يكون البروتوكول الصحي انتقائيا. فكان الأولى أن يكون مهرجان جرش يظهر للعالم بصورة أجمل من ذلك، وأن يكون في إجراءات احترازية ووقائية أكثر من ذلك وأكثر انضباطا من خلال تطبيق إجراءات التباعد ووضع مراقبة درجة الحرارة قبل الدخول، وأيضا التدقيق على موضوع اللقاح وموضوع فحص البي سي آر حتى نظهر للعالم بصورة أجمل من ذلك. والتجمعات التي قد ستحدث في المستقبل يجب أن تكون بطريقة أدق وبطريقة مدروسة أكثر، وأن تكون مراقبة من وزارة الصحة ومن لجنة الأوبئة أيضا. دكتور محمد حسن الطراوني، أخصائي الأمراض الصدرية، شكرا جزيلا لك. وشكرا لك الدكتور بسام حجاوي، عفوا، عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لكما.